هذه صفقة لاقتناء 20 قاطرة باش تدعم أسطول الشركة الوطنية للسكك الحديدية لنقل الفوسفات. هذوما عندهم قدرة حمولة كبيرة حتى بالمقارنة بالأسطول اللي عندنا، باش تاخذوا فكرة تقريبا قدرة رحلة الوحدة للحمل هي 2400 طن بمقارنة اليوم نحمل تقريبا 1500 طن في كل رحلة. الكلفة متاع الصفقة هذه هي 165 مليون دينار. عملية التسليم تكون على مرحلتين، المرحلة الأولى في سبتمبر 2018 10 قاطرات، والمرحلة الثانية 10 قاطرات أخرى في نوفمبر 2018. هذا يندرج في ضمن برنامج متكامل للشركة أنه نقل الفوسفات يكون كله 100% عن طريق السكة الحديدية. نحب نوصل إلى قدرة حمل سنوية ب 11 مليون طن، وهذا أكيد هو برنامج، هذا جزء من برنامج متكامل. أولا هو لتحسين البنية التحتية للسكة الحديدية في المثلث الفوسفات بمشروع كامل بكلفة 200 مليون دينار، وأيضا فما اقتناءات أخرى للماتريال الآخر بكلفة تقريبا 120 مليون دينار، هي 400 وحدة حمل يعني للسكة الحديدية. هذا في إطار برنامج متكامل لتدعيم قدرات السكة الحديدية حتى تستوفي معناتها كل الشروط باش تحمل كل ما هو مبرمج، في إطار خاصة فتح مناجم أخرى كما أم الخشب والمكناسي.